النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030 ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى 750 مليار ريال. وأكد الخطيب خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض أن التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة. وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلا عن إيجاد العديد من الوظائف. تأسست شركة مزاد، أحدى الشركات المحلية التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، في شهر أبريل من عام 2017 بهدف تنظيم المزادات والإشراف عليها في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذه الشركة وخدماتها يسرنا أن ينضم إلينا في الاستوديو السيد طلال العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد. مرحبا بك أستاذ طلال في النشرة الاقتصادية. مرحبا. في البداية أستاذ، ما هي أبرز أهداف شركة مزاد منذ تأسيسها في عام 2017؟ تأسست شركة مزاد بأهداف محددة منذ تأسيسها، اللي هي كانت في المساهمة في زيادة الإيرادات الحكومية من عن طريق بيع الأصول المملوكة للحكومة. وبدأت هذه العملية في عام 2017 مع بيع أرقام مميزة للمركبات الخاصة. اليوم تلعب دور كبير شركة مزاد في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، من ذلك من بتوفير خدمات المزايدات على طيف واسع من الأصول. أستاذ طلال، يعني كيف يتم اختيار المنتجات المعروضة في المزادات وما هي أبرزها؟ اليوم لا يتم انتقاء المنتجات، إنما هناك تعاون مع الجهات التي ترغب في بيع الأصول أو المنتجات المملوكة لها عن طريق المزادات. فالعملية الانتقاء الأصول لا نقوم بها في شركة مزاد، إنما الأمر مفتوح لجميع أنواع الأصول ولجميع الفئات للأصول نفسها. أبرز الأصول اللي احنا بدينا بأرقام المركبات، وبعدها انتقلنا إلى العقارات والمنشآت الصناعية، حتى المواد الخردة والسكراب ورخص السيارات الإجراء وغيرها من الأصول المتنوعة. بالتأكيد أستاذ، ما هي أبرز الشركات والاتفاقيات التي وقعتها الشركة خلال عام 2023؟ شركة مزاد لديها الكثير من الاتفاقيات، تقريبا خلال من تأسيس الشركة وقعت تقريبا 15 اتفاقية وأكثر مع جهات حكومية مختلفة. في عام 2023 تم توقيع اتفاقيات مع شركة ألبا وشركة بينت وشركة بتلكو وحتى نادي راشد للفروسية لتنظيم المزادات على الأصول الموجودة. فيما يخص المبالغ، هل من مبلغ تم رصده لإجمالي مبلغ المزايدات في عام 2023؟ نعم، تقريبا مجموع ما تم بيعه في 2023 بلغ ما يقارب 42 مليون دينار بحريني، وهذه من مختلف أنواع الأصول والمبيعات التي تمت. يمكن نقول المنتج ولا المبيع اللي حقق أعلى مبلغ هو كان بيع مشروع محطة سترة لإنتاج الماء والكهرباء التابع لهيئة الكهرباء والماء، حيث بلغ قيمة أعلى قيمة أو أعلى مزايدة في المزاد 15 مليون أو 16 مليون دينار بحريني. فيما يخص التكنولوجيا، مؤخرا أطلقتم تطبيق وموقع إلكتروني جديد، فكيف سيساهم في تسهيل العملية للعملاء؟ اليوم نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في تقديم الخدمات أغلبها للمزادات، فتركيزنا على استخدام أجهزة وأنظمة تكنولوجية متطورة لتقديم خدمات المزادات ولطرح الأصول البيع لجميع فئات المجتمع لجميع المهتمين. التكنولوجيا اللي موجودة في التطبيق حديثة جدا ومتطورة، وتساهم في تشجيع الناس على الشراء، وتساهم في تشجيع التنافسية. طبعا هذه التكنولوجيا تعطينا
طابع المزادات الحصري الفعلي والمزادات المتطورة. فاليوم احنا نشتغل عبر نظام كرسنا فيه مبادئ الشفافية، فيه مبادئ التنافسية، فيه مبادئ العدالة، الجميع الأصول اللي موجودة متاحة للجميع أن يشارك فيها، وعملية المزايدة من التسجيل إلى حتى دفع مبلغ المزايدة حتى تسجيل المنتج أو تحويل ملكية المنتج تتم كلها عبر النظام الإلكتروني اللي موجود. بالتأكيد السيد طلال العريفي، شكرا جزيلا على حضورك. مشكورة، شكرا لكم. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. وللحديث حول الأصول المشفرة يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف من المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية أستاذة، كيف ترين أداء الأصول المشفرة خلال أول شهر من العام الجديد 2024؟ في البداية شكرا لكم على الاستضافة. أرى أن الشعور بالانهيار أفسح في الأسواق العملات المشفرة بعام 2023 بعد خسارة 1.5 تريليون دولار مجالا بعد سنة للشعور بالطمع على ما يبدو في الأسواق الرقمية، فقد قفزت عملة البيتكوين وهي أكبر العملات المشفرة بنسبة 160% تقريبا هذا العام، لتسجل 48,900 دولار في مطلع يناير الحالي، لتضيف بذلك نحو 525 مليار دولار إلى قيمتها السوقية قبل أن تعود اليوم إلى 40,000 دولار. وهذا جاء بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولم يحدث الانفجار السعري المنتظر. وأعتقد أن السبب هو أن الأسواق كانت قد سعرت بطريقة مبالغ فيها أخبار الموافقة هذه، مما تسبب في حركة بيع الخبر في الأسواق عند صدورها. لذا يمكن أن نقول أن أداء العملات المشفرة خلال الشهر الأول من هذا العام لم تكن بالحجم المأمول، بل أن أداء السوق الرقمية يمكن أن توصف بالمخيبة للآمال. أستاذة رانيا، يعني هل تعتبر الفترة الحالية فرصة مناسبة لشراء عملة بيتكوين، ولماذا؟ في الحقيقة انخفض سعر البيتكوين طوال الأسبوع الماضي ليفتتح تداولات اليوم عند 40,936 تقريبا، حيث تحاول البيتكوين الحفاظ على قوتها بالقرب من 41,000 دولار، لكنها تفشل في الثبات أعلى هذا المستوى. فمن المحتمل حدوث المزيد من التصحيح الهابط في سعر البيتكوين، ومن وجهة نظري من المحتمل أن الحيتان في مجال العملات المشفرة قد استعدت لتغيير اتجاه البيتكوين، ويتجلى ذلك من خلال الانخفاض المفاجئ في الزخم وزيادة احتياطات العملات المستقرة في البورصة. فمع صدور الموافقة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة الأسبوع الماضي، يترقب المستثمرون حدثين رئيسيين في المستقبل القريب، هما حدث التنصيف أو النصف الرابع لبيتكوين وموافقة صندوق ETF الفوري لإيثيريوم. ونظرا لتوقعات هذه الأحداث المتباينة وإمكانية حدوث صدمة في العرض للسوق، سترتفع الاستثمارات ويتم ضخ سيولة عالية على ما أعتقد في الأسواق قبل الانخفاض إلى النصف، مما سيتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار في المدى المتوسط. بالتأكيد الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com، كنت معنا من مدينة عمان، شكرا جزيلا لك.